جدا من تسديدتين رائعتين، الأولى كانت لفارغاس في الشوط الأول لصالح لفيولا وهو كان هدف التعادل، والتسديدة الثانية لمورير البديل في الشوط الثاني الذي تسديدة رائعة أحرز بها الأودونيزي هدف الفوز لتنتهي المباراة بهدفين لهدف لصالح الأودونيزي. هذه التسديدة ولا أروع من فارغاس الذي بالمناسبة سدد 7 تسديدات في هذه المباراة، 3 منها كانت في اتجاه المرمى. وهذه تسديدة البديل مورييل الذي دخل في مكان لوبيز الكولومبي يسجل هدف جميل في الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا أمام الفيولا بمدينة الأودينيه على أرضية ملعب الفريولي. هذه نتيجة